اليوم جينا كشباب الحي ديالنا باش نضفوا مع جمعيه مغاربه نفتخر اللي حنا اعضاء معاها، وهاد الحمله كيديروها كل عام في شهر 4 اللي المحتوى ديالها كينظفوا الاحياء والشوارع ديال كازا. كيف ما كتعرفوا كازا شويه مكرفسه، فيها الناس بزاف وكذا، لهذا خاصنا تكون عندنا واحد الغيره على حينا، وخاصنا نكونوا درنا يدنا في شي حاجه زوينه. اليوم عندنا الدوره الخامسه ديال حمله بيكوبيه كازا تبقى نقيه اللي كتنظمها بيان سور جمعيه مغارب ونفتخر. اليوم احنا متواجدين على صعيد 8 ديال المقاطعات في مدينه الدار البيضاء بمعدل منطقه في كل مقاطعه. بالنسبه للاعمال اللي تنقوموا بجداريات، تنقوموا باعمال ديال الغرس، الصباغه، التزيين، روسيكلاج. وصل عدد المشاركين تقريبا المئات المشاركين في كل منطقه. الحمد لله يعني نجحنا في التحدي ديال هذه السنه، كانوا بعض الصعوبات اللي حاولنا نتجاوزوهم، ما كانش هناك تفاعل 100% من عند جميع المتداخلين، ولكن الحمد لله حاولنا اننا نتغلبوا على الصعوبات واننا ننجحوا هذا ليفينمون. هو المجتمع المدني كيبقى له دور كبير في انه يوعي اولا ويحسس الساكنه باهميه النظافه، واعطاء امثله كما كنقوموا حنايا، اعطاء امثله في كيفيه المحافظه على البيئه والعيش في وسط نظيف.